مرحبا، رحب بيكم اجمل ترحيب بسوالف اهلنا. سؤال اليوم بسوالف اهلنا يقول: اغرب موقف صاير بينك وبين اخوك. تعالوا شوفوا اراء الناس بهالموضوع وبعدها راجعين حتى نكمل. جيجن اغرب موقف صاير بين اختك او اخوك؟ اخوي اكثر شيء. صاير ما يروح يشتري لي حلويات، واذا ما اشترى عليك ما اسوي له اكل. حلو، يعني وحده بوحده طبعا. بدايه امتحانات وقال لي اريد الايباد مالتي. وين بدايه الامتحانات؟ ايه. اوكي زين، وانت اغرب موقف صار ويا اخوك؟ تعاركت ويا اخوي وكسرت مناظره. ليش؟ ما ادري. ما عندي. زين صديق؟ ما عندي. ابن عم؟ ما عندي. شنو انت جاي من غير كوكب؟ المواقف هواية. أي. اغرب موقف صاير بينك وبين اختك؟ مرة كنت نايمة فخليت تليفوني على الشاحن، كان ما بي شحن، ولقيت ماخذت الشاحن الصور. ماخذ الشاحنة مالتك؟ يعني مبقنة؟ مبقنة. حلو. أي. واحد بالبيت ما يلزم نفسه، وين يلزم نفسه؟ اغرب موقف صاير بينك وبين اخوك؟ قعدت الليل كلك وبالقميص والصبح قعدت لقيتها لابسه. وانا عندي دوام. واخوك كبير ولا صغير؟ اخوي كبير. كبير. بس نفس الطولانية ونفس الها، يعني مع ذلك هو اخوك كبير يعني. اي طبعا. لا عيب، ما اقدر احكي. لا ما اقدر احكي. لا عيب تقول اخوي كبير لابس القميص مالتي. اغرب موقف صاير بينك وبين اخوك؟ انا ما عندي اخ. يلا ما يخالف. ولا تقول لوحدك اللي احنا اخوتك. يلا صدق، ما عبالك زفر روح البيت. يلا دنيا لين. شنو هالحكي هذا؟ بيني وبين اخوي انه هواي انا عندي. مثلا؟ مثلا انا واخوي توم. حلو. عندنا امتحانات. هو عنده امتحان رسب. رحت امتحنت بمكانه. امتحنت بمكانه؟ طبعا. حلو. حلو. خاف مواني، خاف غيري. لعبنا بلاي. حلو. ضربنا ستة. حلو. لزمت البلاي كسرت. ليش البلاي شعلي له؟ لازم اخوه؟ ما انت رامي يا ابن عمي. مرة ابوي قال لي اغسل السيارة. حلو. فأنا عندي دراسة، قال لي، قلت له لأخوي، قلت له بس اطلع اغسل السيارة. هو ما غسلها بالزاي. ها. غسلها بالتاي. طلعنا لقيناها غير لون. طبعا قلبه شلوحي. وصلت وياكم الختام سوالف اهلنا، شكرا لكل الناس اللي شاركوني هالفقره. هسه اقول لكم باي باي.